بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا في كرسي اتش الهاكينج وايرلس، ازاي هناك الوايرلس. تعالوا نشوف الاول الستايلز بتتكلم على ايه، وبعد كده نخش في موضوع مهم. الستايلز بتتكلم على الوايرلس اوفر فيو، يعني ايه وايرلس عموما، وبعد كده بنتكلم على انواع الوايرلس ايه هي، والسكيورتي تايب والهيستوري بتاعتها، والانواع الاوثنتيكيشن، في حاجة اسمها الفيك اكسس بوينت او بيتسمى هوني بوت في بعض يعني الاحيان، وفي الاخر عندنا اللاب. طيب اول حاجة عندي الوايرلس، طبيعي مفهوم الكونسبت بتاعها ان انا بستخدمها بديلة للوايرد، طبعا بتبقى ارخص في التكلفة، بس طبعا ايه للسكيورتي. فاحنا هنشوف ازاي بقى اللي احنا هنتعامل مع موضوع للسكيورتي دوت. طيب انواعها، في حاجة اسمها انفراستراكشر وحاجة اسمها اد هوك. الانفراستراكشر زي ما انت ما شايف كده، اكسس بوينت واحده موجوده في مكان مركزي انت بتحدده، تمام. طبعا مش هنخش في الديتيلز اكتر، بس هنفهم الكونسبت. والاجهزه كلها او البي سيز كلها او اي هوست موجود عندك، كلمه هوست معناها اي جهاز اي ديفايس عنده كارت نتورك، سواء بقى نتورك انترفيس كارد او اي حاجه، ده اسمه هوست يعني. فالهوست بيبدا ياكسس على الايه، على الاكسس بوينت دوت، ويبدا يكونكت على النتورك. لكن الاد هوك، الاد هوك ده ما بين تو ديفايس، ما بينهم وبين بعض، ما بين بي سي وبي سي، ما بين بي سي وبوينتر، اي هوست، تمام. ده النوع. طب انواع موضوع الانكربشن بقى، والموضوع المهم، كان في عندي حاجه اسمها الويب، خلاص. في حاجه اسمها الويب، وحاجه اسمها الويب فيرجن 2، خلاص. الويب دوت يعني اقول لك ايه، انت لو بصيت هتلاقي يقول لك بريك او ويب انكريبتد، يعني في 3 دقايق تعمل له كراكنج، 3 دقايق تضربه، وبيستخدم الجوريزمو ار سي 4، خلاص. بيقول لك كان بي بروكن باي بروت فورس. بروت فورس ده برنامج احنا بنستخدمه ان اميتر اوف ذا ايه، ساعه او ساعتين، ده زمان. وبيستخدم 221 محاوله عشان يفكه، يعني في 221 محاوله دول هيفك حاجه تحت. بقى بص يقول لك الشادي كي اللي بيستخدمه بيبقى من 40 بت لغايه 104 بت، ده في الكي للسكيورتي طبعا قديم. طلعوا لك بطاقه ثانيه، حاجه اسمها ايه، وابا، واي فاي بروتكتد اكسس، خلاص. ده بتستخدمه في الانتربرايز انفايرمنت، بيستخدم حاجه اسمها لوجيوس، هنتكلم عنها قدام شويه، بيزد اوثنتيكيشن. بيستخدم البروتوكول دوت اللي هو 802.1 اكس، خلاص. طيب وبيستخدم كمان البيرشارد كي، خلاص. وقال لك الكاركترز بتاعته من 8 ل 63 كاركترز، يعني حاجه محترمه جدا. وقال لك كراكنج زي انكريبتد، تعمله كراكنج يعني من 12 ل 15 دقيقة. بس طبعا هو الكراكنج ده انت لو معاك التولز القوية جدا تقدر تفك ده. وطبعا عشان تفك لازم يكون معاك ايه، بص خالص تحت، نيد باسورد ليست، يكون معاك باسورد ليست مكونة على 5 6 مليون باسورد مثلا، وديكشنري اتاك، ديكشنري فيه كل حاجة، فيه باسوردات كتيرة جدا، فهو يبدأ ايه يأتم منها، خلاص. بيستخدم حاجة اسمها تي كي اي بي. طيب الويب 2 فيرجن 2 قال لك هي شويه، بس زودوا عليها شويه حاجات وبقت ميكسد شويه. ايه بتعمل ايه بقى البروتوكول بتاعها بقت 802.11i، ده اللي هو البروتوكول بتاعها. ودي يمكن من اقوى الحاجات، او بتتسمى ميكسد عموما، يعني بتستخدم حاجه اسمها AES CCMB، ده الجوازم اللي بتستخدمه في عمليه الانكربشن، خلاص. وبتسبورت برضه مع الاوديوس. والجميل اللي فيها بقى كمان ان هي ممكن تعمل لك ميكسد ما بين الويب والويب فيرجن 2، اللي هي اصلا ويب فيرجن 2، فبيعمل لك ميكسد للحاجه اللي انت حاططها، الجوازم بتاعها بيعمل كده يعني. فيعني من انضف الحاجات واروع الحاجات. فبيقول لك طبعا عشان حد يعمل هاكينج عليها محتاج اكسبيرينس عاليه جدا، تمام. اوثنتيكيشن تايب، قال لك في بيرشارد كي دايناميك، انت ممكن تحط له كي كده معينه 1 ل 5 مثلا، وتقول له جنريت، وهو يبدا يجنريت لك 1 2 3 اي حاجه، تاخد الكي ده، هو ده اللي بتديه اليوزر ياكسس بيه. او بيرشارد كي ستاتيك زي اللي احنا بنحطه عادي دوت. او ريجس، فكره الريجس دي ايه؟ بص بقى، انا ممكن يبقى عندي الاكسس بوينت بتاعتي، خلاص.
عاوز اوفرها اعمل اوثنتيكيشن. في حاجه اسمها ريجيستر سيرفر. الريجيستر سيرفر دوت ده سيرفر خاص بالاوثنتيكيشن، مش بيعمل وايرلس بس، لا الريجيستر سيرفر بيعمل اوثنتيكيشن في حاجات كتير، او في الفي بي ان، في الدومين اوثنتيكيشن، حاجات كتير جدا. يعني اليوزرز اللي عاوز يكونكت، زي مثلا ده يوزر عاوز يعمل كونكتنج، تمام، هيبدأ يأكسس على الأكسس بوينت دي. الأكسس بوينت دي مربوطة بإيه؟ هرجة السيرفر. هرجة السيرفر ده فيه عملية الأوثنتيكيشن كلها، فالأكسس بوينت بيبعته ليه يعمل أوثنتيكيشن ويبدأ يبعته تاني ويقوم ردد عليه. ده فكرة الهرجة السيرفر، تمام. طيب إيه الفيك أكسس بوينت؟ فكرة الفيك أكسس بوينت هي دي حاجة زي السبوفينج، انتقال شخصية. يعني معناها إيه؟ سي مثلا انت دخلت في كافيه، يعني ده واحد نصاب شويه، الكافيه دوت الوايرلس اس اس اي دي بتاعتها مثلا سي اسمها كافيه، والكافيه دوت فيه ناس مهمه جدا انت عارف ان هم بيقعدوا عليه وبيستخدم الفيزا كارد بتاعته وبيكونكت بقى وبيعيش وبيدفع وبيستقبل وحاجات كده. فانت عاو هو وانت عارف ان هو بيخش من خلال ايه الاس اس اي دي اللي اسمها كافيه دي، اللي هي مثلا الشهاده دي بتاعتها من واحد ل 10 مثلا، تمام. فانت بتعمل ايه؟ بتعمل اللابتوب بتاعك بالكارت الوايرلس، بتعمل حاجه اسمها فيك اكسس بوينت وهنشوفها دلوقتي. بعمل كارت وايرلس تاني او بعمل وايرلس اكسس بوينت تانيه بنفس الاسم دوت، واحط لها تقريبا نفس الباسورد دي شارد كي. فالكلاينت لما يجي اكسس هيبص هيلاقي اتنين عند بعض، ممكن يخش دي وممكن يخش دي، انت وحظك بقى. فلو دخل عادي انت من خلالها تقدر تعمل سنيفنج وتاخد كل حاجه هو بيعملها، يبقى انت كده جبته عندك وطلعته من النت من خلالك. يعني انت هتطلعه من النت طبيعي من خلالك بس نيتنج يعني، تمام. بس انت كده عملت سنيفنج خدت كل حاجه من عندك. طيب تعالى نشوف حاجه مهمه. لو بصينا هنا كده هنلاقي مثلا في الوايرلس سيتنج ده قلت عادي نت جي الاس اس اي دي بتاعتي اهي، خلاص المكان بتاعك فين، انا عاملها مثلا اوروبا حاجه مختلفه عن الناس. وطبعا الشانل بتختار حاجه، بتحاول تعمل سكاننج تشوف الناس اللي واخده حواليك واخده شانل ايه. فالواحد مثلا سي واخد 6 وتاخد ما تحطهاش انت 6، ليه؟ عشان هيحصل كونفليكت ما بين الاثنين، فهيحصل كوربشن في الداتا بتاعته. فسي مثلا تشتغل في مود حاجه اسمها جي وبي، وفي حاجه في مود تاني اسمه ان انيبل اكسس بوينت، طبعا هي انيبل اللو برودكاست اوف نيم اس اس اي دي. طبعا في ناس كتير جدا يقوم كفيلك دوت بحيث ان ايه محدش يعمل عليه هاكينج، احنا بكل سهوله هنجيب اي حد عامل الاس اس اي دي. ممكن تمنع اي حد، يعني تحدد ناس معينه، تعمل ايزوليشن بالماك ادريس، هم دول اللي اكسسوا بس. طيب حته السكيورتي بتحط طبعا الليست بتاعتك اللي انت عاوزها هنا، اكسس ليست، ديسيبل الويب اللي احنا بنتكلم عليه، الوبا بي اس كي خلاص، ممكن وبا 2 لوحديها، تمام. ممكن تعملها ايه؟ تعملها ميكسد. بص ميكسد ما بين ايه؟ وبا ووبا فيرجن 2. طبعا في فواتير ثانيه او اكسس بوينت ثانيه بيشتغل بالاب كمان معاه، بالويب معاه. طيب في ده ايه؟ على كده بص قال لك حط لي حاجه اسمها ريديو سيرفر نيم اي بي ادريس. هتحط هنا الاي بي ادرس بتاع السيرفر، والريجرز ده بيبقى ليه بورت معين انت متفق على هنا وهناك على السيرفرز نفسيه، تمام. وفي شيرد كي ما بينك وما بين السيرفر بحيث ان هم يعملوا اوثنتيكيشن مع بعض. وهناك هتعمل حاجه اسمها اكونت، بتحط باسورد معينه، هي دي للاكسس، هي دي للاكسس بوينت، هيعمل منها اوثنتيكيشن لليوزرز الهوست اللي عاوز ياكسس. ده فكره الريجر سيرفر. طيب طبعا موضوع عميق جدا، الناس اللي درست ام سي سي اي او ام سي اي تي بي او ما شابه يعني هيبقوا فاهمين طبعا الكلام ده. طيب تعال نشوف اللاب بتاعنا. دي اسطوانه الباك تراك، بتحط الاسطوانه وبتبوت منها عادي خالص. طبعا لو عملها انستليشن بيسالك على اللوجن، اللوجن طبعا ايه؟ روت والباسورد عكسها تي او او او. عشان تلوجن بقى دي اللي بتعرف لو انت بتبوت من الاسطوانه، بس تقول له ايه؟ ستارت اكس. يجيبك تراك فيرجن 5.
طيب احنا هنشوف حاجة، يعني انا عشان ما عنديش بس يعني اكسس بوينت هناك عليها فعليا، بس هنعمل الفيك اكسس بوينت بحيث انت تفهمها كمان. طيب لو جيت هنا في ابلكيشنز في باك تراكس هتلاقي حاجة اكسبريشن تولز، هتلاقي حاجة اسمها وايرلس اكسبلويت. بص وين اللان هنا هتلاقي حاجة اسمها جايكس تولز، اسمها جايكس دي جي او اي تولز، ممكن تستخدمها في الهاكينج ممكن تستخدمها في الفيك اكسس بوينت. فكرتها ايه؟ طبعا انت لازم الوايرلس تاج يسبورت حاجة اسمها انجكشن مود، تمام؟ انجكشن مود اللي هو بيوفر لك عملية المونيتورنج، مونيتور مود. هقول له انا عاوز اشغل المونيتور مود، اسمه مونزي وممكن يزيد طبعا. هو ده الماك ادرس بتاع الكات الوايرلس اللي انا حاطه الاكسترن، انا حاطط واحد اكسترن خلاص. طب انا عاوز اعرف انا حاطط ولا مش حاطط، يعني بخلاف دي في كوماند جميل جدا تشوفه اي دبليو كونفيج، فيقول لك والله انت عندك الوايرلس بتاعك واحد وعندك الوان زيرو دوت، يبقى هو ده الكات بتاعك. طبعا مون زيرو دي لسه طالعه دلوقتي لما احنا عملناها من شويه من جوه، لو بالك ده اذا انت عندك الوايرلس بتاعك شغال. طيب كده انا عملت واحد، عشان الماك ادرس بتاعي ما يتعملش حد يعرفه او حاجه زي كده، ممكن تقول له سيت راندوم، غير الماك ادرس بتاعي اعمل له اي حاجه. لو عندك طبعا حاجه ممكن تعمل لها ريلود، ممكن تقول له لو سمحت اعمل لي سكاننج على الايه، على النتورك الموجود عندي والتشانل، من كل التشانل، او ممكن تحدد التشانل معينه انت عارفها مثلا، والسكند 10 مثلا او خليها 5 اي حاجه، يعني مش تفرق. دي النتوركس الموجودة عندي خلاص. هنا بيقول لك لو عاوز تهاك على الويب او الويب مثلا، هنا الفيك اكسس بوينت باسمه هوني بوت. هوني بوت يعني حاجة كده وهمية بتخلي الناس تخش فيها كأنه بيهاك، يعني واحد بيهاكك وهو وانت عارف ان هو هيهاك من الوايرلس، فبتعمل له حاجة اسمها هوني بوت بس مش بالاسم ده. يعني مثلا انت الشركة بتاعتك اسمها ايه مثلا، اي حاجة شركة مؤمن مثلا، فتخلي وتخلي الاكسس بوينت اسمه مؤمن، فايه فتيجي تعمل هوني بوت ده باسم مؤمن، فبحيث ان هو لما يجي يخش فانت بتعمل سنيفنج بقى، بتشوف هو بيعمل ايه وهو مين والكلام ده كله. انا نسميه سيب هوني بوت عادي، ان شاء الله نخليها 11 مثلا. هنا بيستخدم الهكسا ديسيمال في الانكريبشن والكلام ده، وممكن تستخدم اي تشفير من دول، تستخدم اي اوثنتيكيشن من دول، تزود اي بي اللي انت عاوزه يعني. هايد تستخدمها ان هي اد هوك خلاص، ديسيبل بودكاست تمام. هقول له ايه ستارت فيك اكسس بوينت، تمام نزل دي كده تحت خلاص، وتعالى نخش على الكونفيجريشن نسكان نشوف هو شايف ولا لا. انا بعمل حاجه وهميه بحيث ان احنا نتست عليها يعني. شايف حاجة اسمها هوني جوجل ايه بالماك ادرس اللي انا حددتهوله خلاص. طبعا الشانل هو ما خدهاش 11، واخدها 10 وممكن يخدها 5 عادي مفيش مشكلة. ونقول الانكريبشن ايه ويب. طيب هننزل دي طبعا ما نقفلهاش، وتعالى بقى نستخدم التولز بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. طيب بداية كده انت اول حاجة بتعملها اي دبليو كونفيج، بتشوف كارت النتورك طبعا، بتلاقي ده ما بتلاقيش ده خالص، ده انت اللي بتضيفه. طب بضيفه ازاي؟ والله تكتب الكلام الجميل ده، تكتب ايه؟ مون داش ان جي خلاص، تقول له ستارت دبليو لان صفر زيرو اللي هو ده خلاص. فبيستارت لك ايه؟ ها بيقوم قايل لك كده، تعالى بص طبعا ايه من غير ايه خلاص. انا دلوقتي كنت عامل واحد اسمه مون زيرو صح، فهو قال لك ايه؟ قال لك مون مونيتور مود انيبل اون ايه مونيتور، يعني هو ضاف لي كمان واحد اسمه ايه مونيتور 1. تعالى نقول له ايه دبليو اي كونفيج، بص زود لي ادي واحد وادي ايه التاني. احنا هنستخدم ده في الهاكينج ليه؟ عشان ده احنا مستخدمينه عاملين بالهوني بوت بتاعنا. يعني انا دلوقتي عملت اتنين، واحد ده بستخدمه في الهوني بوت حاليا خلاص، والتاني دوت بستخدمه في هستخدمه في ايه؟ في عملية الهاكينج دلوقتي.
طيب ابدا اقول له ايه بقى؟ اقول له ايه دون خلاص داش ان جي اقول له 1 1 اعمل لي ايه دمب يعني وريني مين النتوركس الموجوده عندي مين اللي انا شايفه مين اللي انا شايفهم اه والله في حاجه عبده مش عارف ايه هوني بوت بيسيرش لك عليهم بص بقى بالماك ادريس اس اس اي دي بالبي اس اس اي دي ماشي وحجم الباكتس بتاعتك والداتا ترانسفيرنج اللي عندي طبعا هوني بوت مش شغال ولا اللي هو مؤمن ده ده طبعا عليه الداتا ترانسفير عاليه دلوقتي اهو خلاص بالملي سكند قد ايه الشانل اللي هو متركب عليها دي الحاجات اللي هتفيدني نوع الانكريبشن ايه ويب خلاص والتشفير بتاعه سايفر ويب خلاص لكن بص ده وابا ده صعب جدا تعمله هاك مش سهل خلاص اقول له كنترول سي عشان بس توقف الجزئيه اللي فوق دي هنبدا نقول له ايه بص بقى نقول له ايه 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 ودم تمام تمام لا خدنا ده خلاص اه اقول له ايه ونون بقى خدنا ده اه ايه ونون داش ان جي اقول له ايه ستارت دبليو لان خلاص سيو هو ده تشانل كام الهوني بوت عليها كام تشانل 10 اقول له انا عاوز الناس اللي في تشانل 10 ده دي حاجه ما استبدلتش شويه كوماند يعني تمام اجي اقول له ايه بقى تاني اقول له ايه ودام داش ان جي وانت واحد طلع في المقدمة اللي هو الايه اللي في 10 طيب سيبك من الجزئية دي عشان هي كلها كده شكلي تعالى نخش بقى في موضوع الهاك انا عاوز اهاك بقى على مين؟ على هوني بوت ده تمام هتقول له ايه بقى هقول له ايه دوم تقريبا ايه ودوم خلاص داس ان جي هقول له سي شانل يعني احنا قلنا الشانل كام عندنا فوق اهي ها 10 خلاص بيزد اون ايه بقى بص بيزد مكتوبه ازاي بيزد اون الايه الماك ادرس بتاعه واخد الماك ادرس ده طبعا بيتاخد بكنترول وشيفت وسي لو هتاخده كده شورت كات وعايز تعمله بيس كنترول وشيفت وفي تمام واقول له ايه هترمي لي فايلات في باص معين خلاص سميها لي مثلا ام 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 سبيس مون 1 يبقى تاني ايه هو دوم ده الامر الحيوي بتاعي على الشانل دي اللي هي 10 بيست يعني لو في اكتر من شانل 10 عندك احنا هنشتغل بس على الراجل ده اللي هو اللي واخد الماك ادرس ده اه وهتحط لي بقى الفايلات اللي هتعمل فيها كراكنج وهتسحب عليها الباكت هتحطها لي ايه؟ هتسميها لي بالاسم دوت تبع الشغل بتاعك خلاص هيبدا بقى يتشيك والكلام ده عايز اشوف الفايلات دي اجيبها منين؟ من بليسز تخش هوم فولدر اهو حطيت لها شويه فايلات دول ده اهم واحد عندنا تمام كده ده هيقعد يشتغل كده اجي انا بقى اقول له ايه تعالى نفتح واحده تانية اقول له ايه بلاي داش ان جي تمام في سويتشات عندي حاجات كتيره جدا مثلا سويتش 1 سويتش 3 سويتش 4 كلها ديزاينز بس انت يفضل ليك ثلاثة ده خلاص اقول له ايه الماك ادرس بتاعه خلاص الاس اس اي دي بتاعه كام اسمه ايه اسمه هوني بوت او تاخده بالظبط خلاص سبيس مون 1 يبقى تاني بلاي على فكره مون 1 انت لو انت تشتغل عادي هتبقى مون 0 ممكن تزود تعمل اكتر من واحد مفيش مشكله خالص يعني تمام يبقى بلاي سويتش رقم 3 على ايه اللي هو الماك ادرس بتاعه سلاش داش اي دي معناها ايه هتحط لي الاس اس اي دي خلاص الامر بتاعي فعل هيبدا بقى يلم باكت منه واخد بالك
طبعا بتسيبه شوية على حسب التايمر اللي هو بيحدد لك، بس انت بتسيبه يعني خلاص طبعا على حسب نوع الانكربشن، ويب ولا هبا ولا ايه بالظبط. تمام كده بيبدأ ايه يسيرش عليه. طيب انا بقى عاوز افتح الملف التاني، يعني انا هوريك دلوقتي، بس طبعا ايه ده عشان هوني بوت، احنا بنتست على نفس الكارت النتورك فمش هشتغل معاك كويس، بس افهم الكونسبت وافهم الكوماند اللي بيشتغل ازاي. في ايه اقول له ايه كراك داش انجي خلاص. اسم الملف بتاعنا ايه؟ انت ممكن تعمل حاجة تانية، ايه هي؟ ممكن تقول له ضيع، اه لما تقول له ضيع هنا هيجيب لك اسم الملفات اللي جوه اللي احنا جبناها من الهوم من جوه، احنا اللي يهمنا فيهم ده اللي يهمك فيهم. ممكن تقول له ايه بقى؟ ايه كاك داش انجي واسم الملف، او حاجة تانية تقول له سيرش لي في كل الملفات ام ام كده استك دوت كاب، يعني اي ملف عندك ام ام، ولو في ام تالتة او حاجة مفيش مشكلة دوت كاب. طبعا ده لسه هياخد وقته شوية، عاوز تحط الملف باسم ذات نفسه مفيش مشكلة ام تعالى ناخد كوبي ده بياخد وقت شويه بس على ايه ما يجمع شويه الباكتس بتاعته، وهيبدا بقى يطلع لك يقول لك والله لسه شويه لسه شويه لسه شويه لغايه في الاخر خالص هيديك الايه البرشات دي بتاعتك. لو عاوز اقول لك هيطلعها لك ازاي. تمام طيب على ده ما يتعامل شويه كده. تعال نبص على البرنامج اللي هو ايه كريكس تاور. انا ممكن اهاك بيه، اهاك بيه ازاي؟ اهاك بيه ازاي دوت بكل سهوله. مثلا ده ايه ويب، اتأول اتعلم على الهوني بوت ده كده خلاص، هو مثلا ويب خلاص. في هنا عندي حاجة اسمها ايه نو كلاينت اتاك، نو كلاينت اتاك ويز كلاينت او اتاك بكلاينت على اكسس بوينت او ايه او اد هوك. لا انا معناها يبقى ان انا هاتاك على الاكسس بوينت دي عشان هاكسس كلاينت معين، يعني انا هبقى حاطط التارجت بتاعي الكلاينت جوه من ورا الاكسس بوينت دي. لا ده انا هحدد له ايه نو كلاينت مثلا خلاص. ممكن اقول له ايه مثلا إيه تيجي هنا الاول اقول له مثلا اسوشيت واقول له انجكت طبعا فيل، عشان احنا بس بنتست حاجات تانية. دي فاجمنت اتاك هيبدا يدور على الباكت بتاعته ايه بالظبط على الاس اس اي دي دوت اللي احنا محددينه على الشانل 10، هيبدا يسيرش في الاخر خالص لما يخلص. تمام هيقوم جايب لك الحاجه بتاعتك. بس طبعا لما يخلص هتقول له هنا انجكت، لما بياخد وقته بس تقول له انجكت هتلاقيه جاب لك على طول الايه ال البرشات دي كيف اللي هو ايه حاجزها عنده. ده برنامج رائع جدا. طبعا في برامج تاني زي الكاين دوت ولا كين، ناس بتسميه كده ناس بتسميه كده. قال له ايه كراكنج بعد ما جبت الباسورد، هو هيحط لك البيرشال دي كي خلاص بعد ما بتجيبها وتقوم دايست وين ايه كراك. شفت ايه كراك؟ بص يا جماعه الجي او اي اللي احنا بنستخدمه دوت هو الكوماند اللي احنا عملناه من شويه. مش احنا اخر حاجه عملناها ايه؟ مش عملنا ايه كراك صح؟ وشوينا على الفايل بتاعنا، هو هنا عنده لوج دوت تكست خلاص في الباص الفلاني دوت خلاص. لا انا البرنامج دوت بيستخدم برضه الاير تاج، كلهم بيستخدموا واحد. تمام كده خلاص هو هيبدا يتشك عليه ويدور على الباك بتاعته كويس، وانت تيجي في الاخر خالص تقول لي ايه او ممكن مثلا ايه بالبروت فورس خلاص. او في حاجه ثانيه نسيت اقول لك عليها، لو انت مثلا زي ما قلنا مثلا الوبا والحاجات دي بتبقى محتاجه ديكشنري او محتاجه انبو تيبل او محتاج باسورد ليست مثلا، سي معاك باسورد ليست هتعمل ايه؟ قول له سبيس داش دبليو وشاور له فين الباس بتاع الايه الباسورد ليست، فاهمني؟ هتشاور له عليه بحيث ان هو لما يجي يكراك هيكراك من دوت او ما يكراكش من دوت. تقول له مثلا ما تبصش على ده خالص خلاص، تقول له على طول داش دبليو الباسورد ليست بتاعتي فين. تمام طبعا زي ما انت عاوز مفيش اي مشكله. تعال نبص كده لسه
بص هنا مثلا البرنامج اللي هو الكاين دوت الهوني بوت، بص باين عندي انت حاجة عاملها على الفي ام وير، مش عامل على الفي ام وير بس باين عندي فوق وشغال معايا زي الفل. وقال لك والله السيجنال عليه قد ايه، وكل النتورك الموجودة عندي السيجنال عليها عامل ازاي. تمام. طيب هو هنا بيعمل ايه معايا بالظبط يعني نفهمها شوية عقب ما يخلص. هو بيبعت اب ريكوستات تمام بالاس اس اي دي بتاعه، خلاص على الايه، على الاس اس اي دي بتاع الهوني بوت، بالسوري بالماك ادرس بتاعه على الماك ادرس بتاع الهوني بوت. تمام. فهو برضه بيرد عليه، فهو هو رايح جاي معاه بيكلمه كتير خلاص، فبياخد منه باكتس. الباكتس دي بيعمل لها لودنج فين؟ في الملف اللي احنا شايلينه جوه، اللي هو اللي احنا عملناه 3 ام دوت كاب ده، هو ده. بس هو مش هتعرف تفتحه من هنا خالص طبعا. تمام. تعالى نتست كده تاني. طبعا الباكت كده حجمه قليل، طبعا كل ما البروسيسور بتاعك يبقى اقوى كل ما هتفرق معاك كتير جدا طبعا. طيب هو بس عشان هو يبوت فيرشن ماشين هنكنسل كده، اقول له مثلا هنا ايه كراك لعله واسع يكون زبط ان جي ام ام كان عاوز كتير. طب اقول لكم حاجه كويسه جدا، تعالوا نعملها تاني من غير هوني بوت. نقفل ده مثلا. انا عندي اللي هو مؤمن دوت، تعال تست عليه. بس طبعا هتاخد وقت لان انا عندي ايه بي اس كي، مش حاجه تانية. وتعالوا اوريكم نعملها ازاي من الاول خالص. تمام. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. طبعا جهزت لكم الموضوع من الاول تماما. طب تعالى بس على الفي ام وير الاول، لازم تتاكد ان ايه ان الديفايس بتاعك متوصل. انا عندي هو عامل كونكتد، ده اول حاجه اتاكد منها. طيب هبدا اقول له ايه بقى، اقول له ايه مون داش ان جي سبيس، اقول له ستارت دبليو. تعالى الاول اوريك بس ان انا شكل هيبقى شكله عامل ازاي عندك. اي دبليو كونفج هيبقى شكله كده، ده الكارت بتاعي وده الايثرنت اللي هو الايه الوايرد. خلاص. تاني يبقى انا هقول له ايه بقى، هقول له ايه مون داش ان جي ستار دبليو لان زيرو اللي هو بتاعنا. خلاص. اقول له انت بص هستناه يعمل لي ايه دلوقتي، اهو عمل لي مون زيرو. يبقى انا لو قلت له دلوقتي اي دبليو كونفيج هيطلع لي ايه. تمام كده. انا عاوز اسيرش بقى على الحاجات الموجوده عندي واشوف مين النتورك والكلام ده. اقول له ايه يا مون داش ان جي. تمام. لا سوري مش ايه مون، دي ايه دام اللي هتسيرش بيه داش ان جي. خلاص. اقول له والله استخدم لي مين مون زيرو. هيبدأ يطلع لي النتورك الموجودة عندي كلها. هنتست على مؤمن ده، وعين هو يعني وبا وكده، بس هنشوفها برضه بحيث ان احنا بنعمل ريفرش يعني كده. شكرا، انا اخدت المعلومات اللي انا عاوزها. حتى اقول له ايه بقى، هو مؤمن ده على انهي على انهي حاجة، على 11 صح؟ ممكن اتصل على طول واقوم داخل اقول له ايه ايه دام داش ان جي. خلاص. اقول له والله على تشانل 11. خلاص. وعلى فكره اقول لك حاجه، لو في حاجه معمول لها اس اس اي دي بتاعه مختفي هيطلع لك هنا يعني، ما تقلقش منها هيطلع لك على طول. اقول له بيز الايه الماك ادرس بتاع الاكسس بوينت ده لو سمحت، هاته وبيست. تمام. واقول له حط لي الفايلات فين، تعالى نمسح بس الفايلات اللي احنا كنا اللي هي موجوده جوه. تمام. ممكن نعملها بنفس الاسم او نعمل اي حاجه ثانيه. تقول له داش دبليو هنعملها مثلا 3 ان خلاص سبيس مون زيرو. تمام كده. هو يبدأ بقى عمل كونكتنج معايا وشايفه كل حاجة تمام زي الفل. طيب أقول له كنترول سي، أقول له بقى إيه؟ إيه
بلاي، انا عايزك بقى تعمل لي عليه بلاي بقى، وتاخد الكلام ده تحطه في الملفات اللي هي ايه، تعال نشوف الملفات نزلت ولا لا، اللي هي ان اهي نزلوا تمام. ايه بلاي داش ان جي، اقول له على سويتش 3 وده افضلهم، داش ايه على الماك ادرس اهو خلاص. الاس اس اي دي اسمه مؤمن تمام كده، اقول له ايه مون زيرو، هيبدا بقى ايه يديتكت. فاقعدوا تاني، المهم احنا بعد ما يديتكت يقعد الفترة بتاعته، تقوم انت جاي عامل له ازاي؟ يبقى كراك، ايه كراك اللي هو اللي بيعمل كراكنج على الكلام ده. كراك داش ان جي، اسم الفايل بتاعك ايه؟ 3 ان مثلا او ان دوت كام، او عاوز تشوف الفايلات كلها قول له ايه؟ ضايع وانت واقف كده اللي هو الملف ده، عاوز تاخده كوبي كده بايدك ماشي مش مشكلة تماما. خلاص احنا هنستنى عليه شوية وبعد كده نرجع ايه نشغل. تعال نجرب تاني، يا كراك الملف بتاعنا لسه باظ، بيقول لك ايه جوت نو داتا، لسه ما جمعش باكت كويسة جدا، عشان بيقول لك في داتا اقدر اسيرش لك فيها بقى اعمل لك عليها كراك. طيب على العموم بس عشان ايه يعني هنطول لو قعدنا كتير، عشان ده اصلا ربع، فانت اصلا ربع يفضل يعني ريكومند تيجي كده تقول له داش دبليو اللي هي وورد ليست، وورد ليست اللي هي باسورد ليست يعني، وتشاور له على الباس بتاعها موجود فين تمام. هو هيبقى يسيرش فيها طبعا، الباس هياخد وقت ما هيجيبها، فعشان كده الكوماند الوابا طبعا والوابا فيرجن 2 كمان بيكون ايه الكوماند انت تستخدمه وتبقى بيزد عليه. طيب هو هنا اهو بيجمع باكت، فبستنى اخليها تيجي 1000 وبعد كده تيست تاني، سوري خليها تيجي 10000 وتست تاني. تعالى نجرب كده، لسه هو عايز كده. طيب على العموم يا بابا بس يكون الموضوع فاتك وفهمتوه كويس، يمكن هي سي اتش سرعتها كده وبتتكلم في تولز اكتر، بس انا بحاول اوصل لكم كونسبت يعني تبقوا فاهمين على الاقل، لان التولز كتير جدا بتتغير، وانت زي ما انت شايف التولز كتير جدا وعلى طول في حاجات جديده بتنزل، فانت استحاله هتبقى ملم قوي بكل التولز دي، استحاله طبعا مستحيل. وانا ما اقدرش اقول لك كده يعني، يمكن انا لسه مبتدئ شويه في موضوع جو الحكر عموما، بس طبعا استحاله حد يقدر يلم كل التولز ويلم كل الانفورميشن ويلم كل حاجه، بس يعني صدقني لو انت فاهم الكونسبت تولز سهله جدا، انت لو دخلت على اليوتيوب في اي حته جوجل يعني ما شاء الله شغال معانا كويس جدا، الموضوع هيبقى سهل قوي تمام. وحاولوا يعني تشوفوا شويه موضوع الهوني بوتس والكلام دوت، يعني موضوع جميل جدا يعني تمام. طيب في الحمد لله كده خدنا الاوفر فيو، خدنا الوايرلس تايب موضوع طبعا عادي خالص، والوايرلس سكيورتي طبعا حاول تقرا عنه كتير جدا، انواع الاوثنتيكيشن والفيك اكسس بوينت انفراستراكشر واد هوك، وادي انواع السكيورتي وانواع الاوثنتيكيشن بيرشيد الدايناميك والاستاتيك والريجيس طبعا خلاص. وفهمنا يعني ايه فيك، الفيك اكسس بوينت ان انا بعمل حاجه هوني بوت حاجه وهميه، سواء كنت بضحك بيها على حد او حد بيعمل هاكينج عليا فانا عاوز اخدعه بحيث ان اعرف هو بيعمل ايه او الترانزاكشن بتاعته ايه وعمل عليه سنيفنج واجيب كل حاجه. ثانك يو فور يور اتنشن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.